شنت الطائرات الحربية السورية غارات على مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا. وقال المرصد السوري إن الغارات ترافقت مع اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم على محاور عدة في محاولة من قوات النظام التقدم نحو المدخل الغربي للمدينة وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.